صلح لك هنا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دول. احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك طول عمرك ابو الواجب. الله يخليك ويبارك لك. عندي يا عبد الله. عندي الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه فلوس ايه هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. خد هلا سمي بقى وخش من رجلك اليمين على اساس فتحه خير يا احمد. الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك؟ طب وتاكسي؟ تاكسي تاكسي. ايه وجبنا تاكسي؟ تاكسي. والحلو تاكسي؟ تاكسي. اوبا اوبا اوبا. بقول لك ايه يا صاحبي؟ الاوله شرط اخره نور. تمام كده. محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ اما بنعمه ربك فحدث. ايوه يا حبيبي حدث ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. يا نبيل هو في حد بينبش ورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم. من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه؟ نبيل انا على يدك مجرد المصنع يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش واحنا كتبنا نفسنا وصل ولا ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. ما حدش يعرف اي حاجه. واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده. يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقعدش لحد ولا صباح ولا حد طمي. واما اما اما وتعالي يما يما. وجبنا تاكسي تاكسي. ايه تاكسي؟ تاكسي تاكسي. وتعالى وانا تاكسي تاكسي. ويما يما. بس يا بس يا بيه بس يلا الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال زيلكم. ايوه يابا. ايوه يا نادي يا بنتي. قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالباه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعملي في امك بقى. تعملي يعني ايه؟ خلاص ما تجيبش. بس ما تنساش الحنه اللي امي قالت لك عليها. حاضر حاضر جبتها. قولي لها بقى انني طالع على محطه القطر عدل. ها مش عايزين حاجه؟ يلا مع السلامه. نصيبها كده بقى اعوضها لك مره ثانيه. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. وصفوني الصقر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب. فضل يا ريس. فضل ناقص بس شغالك بتروق كده. لا عادي عادي خلص. تشرب ايه يا باشا؟ ولا عايز اشرب ولا اي حاجه. اندهله يلا خلصت انت. هو هتلاقيني اعمل حاجه. ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. اتفضل اتفضل. بتعمل ايه يا عم؟ ايه اللي بعمل ايه؟ الشقه كانت وسخه شويه قوي تنضف. ما في واحده بتيجي تنضف كل اسبوع. خلص بس غير هدومك كده وتعالى عشان في واحد مهم جاي يسمعك. واحد مهم يسمعني؟ ما جبتوش الاستوديو ليه؟ يا عم استوديو ايه اللي هشوفك انك بتعمل شاي؟ عندك حق. يلا. طب انا هلبس. غير بسرعه واطلع بسرعه يلا. نورت يا ريس. الله يخليك. هو فين؟ جاي حالا اهو. هو تعالى شوف. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. ما هو كويس اهو. ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك يا بشوق اقعد كده بقى يا ابني وعايزك تسمعني حاجه. بقالي كتير ما سمعتش صوت حلو. سمعني يلا يا موال. على الحامي كده؟ على الحامي. استاذ زكي اتقل منتج كاسيت في بلدك. ملك المضروب. يا عم هو عاد فيها كاسيت. قول يا ابني قول قول سمعني. حاضر. طب دوزن كده يا سامي يا الحاج. اي دوزن. ست. اه ست. يا سلام. تمام جاهز؟ اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر. الله هو ده. انت يا ابن امك ده عيالك. انا همضي معاك النهارده. ايه رايك؟ مبروك يا شاوي. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهارده عن الجواز. يا حماة الاسلام وحراس العقيده هنتكلم عن الجواز. خدوا بالكم بقى الجواز لازم نسهله
ونيسره. سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه وتعقدوا بناتنا وشبابنا. الحكاية مش مقصة، بلاش مغالاة في الطلبات. يعني ايه المهر كام والشبكة بايه والفرح فين وايش قايمة وايش عفش وايش ايشي؟ ارحموا شبابنا، ارحموهم، بلاش تخلوا الشيطان يلعب في دماغ الولاد والبنات والعياذ بالله. ايوه يسروا الجواز، الجواز له رزق مستخبي. سبحان الله ولا اله الا الله، وحد الله يا سيدي ولا اله الا الله من قلبك. الجواز له رزق مستخبي. واحد فيكم هيقول لي يعني ارمي بنتي يا استاذ تمام؟ اقول له لا، انا ما قلتش كده، ما بقولش نرمي بناتنا، لا، احنا نيسر نسهل. الشباب اليومين دول بقوا شايفين ان الجواز ده حلم، معجزة، عملية مستحيلة. من ايه؟ من الشروط والطلبات والموالاة. فانا بناشدكم التيسير وبقول لكم يا اخوانا الجواز له رزق مستخبي عند رب كريم، ولا ايه؟ سبحان الله ولا اله الا الله. واحد فيكم هيقول لي طب بعد ما يتجوزوا هياكلوا من ايه ويصرفوا ازاي وهيربوا عيالهم فين وهيدخلوا عيالهم مدارس ولا هيرموهم في الشارع؟ جرى ايه يا سيدي؟ هو انت شفت يعني خلف اصلا؟ سبحان الله. وبعدين ما كل عيل بيجي برزقه، ولا انتوا نسيتوا انه لا حيلة في الرزق؟ وحد الله قول لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. خمس كتبت على ساق العرش، لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا سلامة من ألسنة الناس ولا راد لقضاء الله. امال ايه يا مؤمن؟ مش كده يا سيدي؟ لا حيلة في الرزق. بس مش معنى كده يعني لا حيلة في الرزق الواحد يقعد يطربق بقى ويقول ما هو لا حيلة في الرزق يجي وقت ما يجي. لا لا، ما اسعى يا عبد ونسعى معك، ولكل مجتهد نصيب، وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم. ولا ايه يا اخوانا؟ ها لابد ان احنا نسعى. الاهالي يرحموا الشباب، سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه. بتعمل ايه يا ولية؟ بغسل غيارات البنت تهاني. ولا تستاهل، انا لو منك احرقها. عليا دين بسدده والدين ما بيرحمش. ياما عذبت ابويا وامي وانا صغيره، واديني بدفع الثمن اهو. بنتك بتطلعوا عليا. انت السبب، كل ما جت سرعبتها تحوشيني عنها. خايفة عليك يا اخويا، لو تضربها ضربة تموت فيها. يا ريت، ده يبقى يوم المولى. بتقول كده وبس حد يكلمها كلمة بتبقى عايز تاكله. اه لو كان ليها اخ كان زمان ريحني. نصيبنا، ادعي لها يجي لها ابن الحلال اللي يتجوزها ويلمها ويرحمنا من اللي احنا فيه. استنى انا بقى على ما يجي ابن الحلال ويشوفها ويوافق عليها. بقول لك ايه؟ ادعي لها ربنا يهديها.